فضيلة الشيخ، يقول السائل: ورد في حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية: مع كل صلاة، فهل بينهما تعارض؟ لا، ليس بينهما فرق، ما هو تعارض. السؤال ينبغي أن يقول: هل بينهما فرق؟ ليس بينهما فرق. نعم، مع كل صلاة أو عند كل صلاة. نعم.